طمن مريض السكر ان الدعامه امنه امنه امنه، لان كتير من مرضى السكر يجوا يسالوني: يا دكتور انا عندي السكر، تنفعني الدعامه؟ طبعا تنفعك الدعامه، ده هي معموله علشانك اساسا. فهي امنه. رغم ان السؤال البديهي هو الدعامه هتتم من خلال جراحه. ممتاز. المريض بتاع السكر عنده اعتقاد جازم بانه الجراحه بالنسبه له وزرع دعامه داخل جسمه هو مريض قابل للالتهاب بشكل اكبر من غيره، فعمليه جراحيه عمليه هيتزرع فيها ماده، وليكن الماده دي ماده صلبه ماده شبه صلبه، هنتكلم على الدعامات، امر سيجعله يفكر انه ممكن يحصل له التهابات او الجسم يبدا يتفاعل مع هذه الدعامات بشكل في مناعه السكر تلعب دور كبير في ان التفاعل يكون عنيف. كلام جميل، وده فعلا واقع، يعني مريض السكر هو اكثر عرضه لحدوث التهابات من اي مريض اخر، وبالتالي احنا لا يعني ان تكون هناك مضاعفات لمرض السكر على الجراحه ان احنا نقول لا الجراحه غير امنه وما تتعملش، لا تتعمل بس بمحاذير خاصه، لابد ان يكون مريض السكر تحت عينينا من البدايه، ان احنا نظبط سكره قبل عمليته، نهتم بالتعقيم، دايما كل شكوى نحترمها ونقف قدامها ونحاول نفسرها وندي العلاج في الحال ولا نتاخر، عشان ما يحصلش مضاعفات يجي لنا فيها يكون خلاص فات الاول ما نقدرش نقول له ما نقدرش نعمل له حاجه. فبالتالي هو وان كان اكثر عرضه من غيره لحدوث مضاعفات جراحيه، ولكنها ما زالت في مرحله الامان التي لا تخرجه عن طور ان احنا نحرمه من هذه الوسيله العلاجيه الناجحه بنسبه 100%.